حضراتكم تصريحات هامة جدا للسيد علاء فاروق رئيس البنك الزراعي خاصة ببرنامج الجدعان. الرجل قال أن هناك 15 ألف مزارع اتقدموا للبنك الزراعي المصري للفوز بمبادرة البنك المركزي الخاصة بتمويل عمليات تحويل أراضيهم من الري بالغمر إلى الري الحديث المطور. تكلفة عملية التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث المطور حوالي 1.6 مليار جنيه هيتحملها البنك الزراعي وهيدفعها للمزارعين وتسدد على مدى 10 سنوات كاملة بدون فوائد. كمان السيد علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري قال لبرنامج الجدعان أن اللي تقدم بطلبات هؤلاء المزارعين هي الجمعية العامة للأراضي المستصلحة، هي اللي راحت للمزارعين بتوعها وقالت لهم اللي عايز يطور الري في مبادرة كبيرة جدا على 10 سنين بدون فوائد، مبادرة دولة لتحويل الري من الغمر إلى الري الحديث، واستجاب المزارعين. هذه المبادرات لن تنتهي في مصر حتى نتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث. في كمان حاجة عايز أختم بيها وأكد عليها، هي دعوة لكل الجمعيات التعاونية الزراعية الاستصلاح والإصلاح والائتمان، أنتم بيت الفلاح، من فضلكم اقنعوا الناس بضرورة التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث المطور، يعني زيادة في مساحة الأرض، يعني زيادة في إنتاجية المحصول، يعني استهلاك أقل في المياه لصالح بلدنا اللي أكيد كلنا بنحبها ونتمنى ليها كل الخير.